السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشرح في الفيديو دوت التجربة الأخيرة اللي هي الـ ASK والـ FSK والـ PSK. في التجارب اللي فاتت احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحول الإشارة الأنالوج إلى إشارة ديجيتال، تمام؟ وكنا برضو بنستلم الإشارة الديجيتال في الرسيفر ونحولها لإشارة أنالوج، لكن اللي بيحصل بين الترانسميتر والرسيفر اللي هو الموديوليشن ما اتكلمناش عنه. فالتجربة الأخيرة ديت هي بتتكلم على الموديوليشن للإشارة الديجيتال، تمام؟ زي ما خدنا برضه الترم الاول الموديليشن الاشاره الانالوج، كان في اي ام والاف ام والبي ام. احنا بقى عندنا بقى ايه الاي اس كي في الديجيتال والاف اس كي والبي اس كي. الاي اس كي موديليشن الاشاره اللي هي البيس باند بتغير في الامبليتيود بتاع الكارير، تمام. والاف اس كي الاشاره برضه اللي هي البيس باند بتغير في الفريكوانسي بتاع الكارير. بينما البي اس كي اللي هي الفيز شيفت كينج بتغير الاشاره نفسها، البيز باند برضو بتغير في الفيز بتاع الكارير، تمام. تيجي نشوف كده الاشاره في كل تقنيه معينه. يعني مثلا في الاي اس كي ديت الكارير، ده الكارير بتاعك ودي الاشارات ديجيتال. فهتلاقي اني عند الامبليتيود بواحد هتلاقي الاشاره الكارير ظهرت هنا، تمام. وهتلاقي عند الامبليتيود بصفر هتلاقي الاشاره بصفر، وهتلاقي عند الامبليتيود برضو بواحد الاشاره ظاهره، وهتلاقي عند الامبليتيود بصفر بصفر والاشاره بواحد، عند الامبليتيود بواحد وهتلاقي برضو عند الامبليتيود بواحد هتلاقي الاشاره ظهرت وهكذا. طب دلوقتي عايزين نعمل الحاجات دي على الماتلاب. اول حاجه زي ما انت عارف احنا محتاجين كارير، محتاجين اشاره بيس باند، تمام، محتاجين حاجه تعمل لنا الاي اس كي موديليشن. اول حاجه الكارير هو انالوج فهنجيبه من الساين ويف، والحاجات اللي هنكتبها فيها الامبليتيود هتكون بواحد والفريكوانسي 2 في باي في 4 والسامبل تايم واحد من 1000. والاشاره بتاعتنا هي ديجيتال فهنجيبها منين؟ اي اشاره ديجيتال بتجيبها من البلس جنريتور، فهو البلس جنريتور هتكتب فيه الامبليتيود بتاعه بواحد والبريو ب2 والبلس ويتس 50، وممكن تعدل في اي حاجه فيهم، دي الاشاره بتاعتك عادي. دلوقتي بقى عايزين نعمل نجيب حاجه تعمل لنا عمليه الموديليشن بتاع الاي اس كي. احنا قلنا لما الامبليتيود بتاع البيس باند يكون بواحد هتلاقي الكارير ظهر، ولما يكون بصفر هتلاقي الكارير بقى صفر. طب انت مش ملاحظ ان هي دي عباره عن معادله؟ هتلاحظ ان الاشارتين دول بيتضربوا في بعض، لو ضربنا الاشارتين دول في بعض الامبليتيود بتاعهم في بعض هيعملوا عمليه الاي اس كي. يعني عند الواحد الامبليتيود بواحد، اضرب الواحد في الاشاره الساين هتلاقي الاشاره الساين دي ظهرت. طب عند الصفر اضرب الصفر في الساين هتلاقي بقت صفر. فمين اللي بيعمل عمليه الضرب ديت؟ هو البرودكت. اكتب برودكت في اللايبرري براوزر هتلاقي ظهر ديت، وتختار هتظهر لك البلوك دوت، فتختار البلوك ده وتحطه هنا، تمام. ده بالنسبه للبلوك دايجرام للاي اس كي موديوليشن، تمام، اللي هو هيظهر لك برده اهو في الاخر الاشاره بتاعتك الكارير اهيت والاشاره الديجيتال، وديت الاشاره اللي هيتعمل لها موديوليشن الاي اس كي موديوليشن. نيجي لتاني نوع من الموديوليشن. عندنا انت النوع التاني اللي هو الاف اس كي. النوع دوت من اسمه فريكوانسي شيفت كينج. فريكوانسي يبقى ايه؟ البيس باند هيعدل في ايه بالظبط، او هيغير في ايه في الكارير؟ هيغير في الفريكوانسي بتاع الكارير. طب هيغير في الفريكوانسي ازاي؟ تعال نشوف. زي ما قلت لك ان البيس باند في الموديوليشن اللي هو من النوع اف اس كي بيغير في التردد بتاع مين؟ الكارير. بمعنى ان لما يكون البيس باند الامبليتيود بتاعه بواحد هتلاقي في الفترة دي تردد الكارير عالي، وفي الفترة اللي لما يكون الامبليتيود بتاع البيس باند بصفر هتلاقي ان التردد بتاع الكارير بكام؟ بقليل. تعالى بقى نحاول نعمل الكلام دوت في السيمولينك على الماتلاب. زي ما انت عارف ان عندنا في الموديوليشن بيس باند وكارير، تمام، ويتعمل لهم عملية موديوليشن حسب نوع الموديوليشن اللي احنا عايزينه، تمام. طب احنا نوع الموديوليشن اللي احنا عايزينه فريكوانسي شيفت كينج اللي هو موديوليشن، تمام. والنوع الموديوليشن دوت بيجعل البيس باند يغير في تردد الكارير. انا ازاي بقى اعمل الحاجه ديت على الماتلاب؟ اول حاجه البيس باند زي ما هي البلس جنريتور، تمام. وبالنسبه للكارير، الكارير مش قلت لك ان هو التردد بتاعه اما يكون عالي او واطي على حسب الامبليتيود بتاع البلس جنريتور، تمام. طب انا كل شويه هقعد اغير في الساين ويف اللي هي بتجيب لي الكارير، مش الكارير دوت اشاره انالوج والساين ويف هو اللي هيديها لي؟ وهل ينفع الساين ويف اقعد اغير فيه كل شويه الفريكوانسي؟ هشوف انا الامبليتيود بتاع البيس باند بواحد ولا لا؟
لو واحد مثلا هخلي التردد ده اكتب التردد مثلا ب 4 مثلا، ولو البلس جنريتور امبليتيود بتاعه بصفر اخلي مثلا التردد ب 2، هل انا ينفع اعمل الحاجات دي بايدي؟ امال انا ايه لازمه الماتلاب؟ فانا عايزين نعمل الحاجه دي اوتوماتيك. فهنجيب 2 كارير، تمام، واحد ساين، يعني هو كارير واحد، فهنجيب 2 بلوك من الساين ويف، تمام، واحد تردده عالي وواحد تردده ايه قليل، بحيث لما يكون الامبليتيود بتاع البلس جنريتور بواحد هشغل مثلا اخلي الاشاره اللي هي ترددها عالي هي اللي تظهر، ولما يكون الامبليتيود بتاع البلس جنريتور بصفر هخلي الاشاره اللي هي ترددها قليل هي اللي تظهر، تمام. حلو، احنا كده عرفنا ايه لازمه الاتنين ساين ويف دول والبلس جنريتور دي. حلو، انا بقى هعمل العمليه دي ازاي؟ هنجيب حاجه اسمها سويتش، يعني هتقعد تبدل لي بين الاتنين ساين ويف دي على حسب الامبليتيود بتاع مين؟ البلس جنريتور. وخلاصه البلوك اللي هو في السيمو لينك اللي اسمه ايه؟ سويتش، بيدخله دخل من البن اللي في النص ديه، تمام؟ على حسب بقى، لو البن دوت حقق الشرط اللي هو فيه فهيدخل، هيخلي الخارج بتاعه هو اللي فوق هنا اللي هو البن الاولاني، لو الشرط ما اتحققش هيعمل ايه؟ هيخلي الخارج بتاعه هو البنايه دي. يعني نيجي نطبق مثلا على بارس جنريتور، مثلا الامبليتيود بتاعك، لو الامبليتيود بتاعك مثلا بواحد، ده معناه ان هو هيخرج الخارج اللي هو داخل في البنايه الاولانيه دي. طب لو البنايه اللي في نص ده خلاها مثلا الامبليتيود بتاعها بصفر، فده معناه ان هو هيخرج الاشاره اللي هي داخله في البنايه دي. طب تعالى بقى تاني كده للسكوب، اهي ديت الاشاره الساين اللي هي ترددها عالي، ودي الاشاره الساين اللي هي ترددها ايه قليل. فعند الامبليتيود بواحد هتلاقيه دخل لك خرج لك الاشاره دي، سمح بمرور مين؟ الاشاره اللي ترددها عالي، تمام اهي. وعند الامبليتيود بصفر تلاقيه سمح بمرور الاشاره اللي ترددها كام؟ قليل. وعند برضو الامبليتيود بواحد هتلاقيه سمح بالاشاره تمرر التردد العالي، تمام. طب ايه لازمه الماكس دي؟ الماكس دي هتلاقيه بيقارن بين الخارج بتاع السويتش والاشاره الاصليه اللي هي الايه؟ البلس جنريتور. يعني تعالى مثلا بص، الماكس هو اللي عمل الخط الازرق دوت، قارن لك بين البلس جنريتور اللي هو دوت والخارج بتاع السويتش. فالخارج بتاع السويتش اساسا بعيدا عن الخط الازرق ده هو مش موجود، هو الخارج اساسا بتاع السويتش هو اللون الاصفر ده، فهو عند القيمه بواحد بيكون بكام؟ تردد عالي، عند القيمه بصفر بيكون تردد واطي، وهكذا. تعالى بقى نيجي بقى للبي اس كي اللي هو اختصار للفيز شيفت كينج، ودوت من اسمه فيز، يعني البيز باند بيتغير في الفيز بتاع الكارير، تمام. ده معناه ايه برضو؟ ازاي بيتغير في الفيز بتاع الكارير؟ بيتغير في الفيز بتاع الكارير، يعني انت عندك الكارير وعندك البيز باند. البيز باند لما يكون الامبليتيود بتاعه بواحد هتلاقي ان الكارير الاشاره بقت موجوده في الفتره بتاع البيز باند الامبليتيود بتاعها بواحد، تمام. طب لما يكون بصفر الكارير برضه هيظهر في الفتره بتاع الصفر بس معكوس. بس ايه معكوس؟ يعني ايه معكوس؟ مضروب في سالب واحد. تعال كده نشوفها في الاسكوب. بص اهو الامبليتيود بتاعنا بواحد في البيز باند، الكارير مشي عادي في الفتره من صفر لواحد اللي فيها الامبليتيود بواحد، تمام. طب من الفتره بتاع الامبليتيود بصفر بتاع البيز باند هتلاقي اني الكارير بتاعك اتعكس، بدل ما كان بيمشي كده لا بيمشي كده، تمام، وهكذا. تعال بقى نفهم ازاي اتعملت في السيمولينك. زي ما قلت لك برضو، اول حاجه نفكر فيها الموديليشن بنحتاج فيها ايه؟ حاجتين، الكارير والبيز باند، وبعدين الحاجه اللي بتعملها الموديليشن. انا قلت لك ان انت محتاج البيز باند، تمام. البيز باند مين اللي بيمثله؟ البلس جنريتور. ليه انا قلت لك البلس جنريتور؟ لان الاشاره اساسا البيز باند ديجيتال، فالديجيتال بيجي من البارس جنريتور. مين بقى البلوك اللي هيمثل لي الاشاره كارير؟ اول حاجه لازم تسال نفسك، الكارير دي اشاره انالوج ولا ديجيتال؟ هتقول لي انالوج، تمام. الانالوج دي مين اللي بيمثل لها لنا؟ هي الاشاره الساين، تمام. فهنجيب الساين ويف، جميل قوي. تيجي بقى عايزين نشوف بقى ايه اللي هنعمله في الموديوليشن بالظبط، هنجيب ايه بالظبط من السيمولينك يمثل لنا الموديوليشن بتاع الفيز شيفت كينج. زي ما قلت لك ان الفيز شيفت كينج بيعمل ايه؟ بيغير في الفيز، يعني بيسمح بمرور الاشاره الكارير في حاله الامبليتيود بواحد، وبيسمح بمرور
عكس الاشاره، بيعكس الاشاره الكارير في حاله الامبليتيود بصفر. تاني يعني البارش جنريتور لما يكون الامبليتيود بتاعه بواحد هتلاقيه سمح بمرور الاشاره الكارير بتاعتك في الفتره بتاع الامبليتيود بتاع واحد. طب لو بصفر هتلاقيه سمح بمرور الكارير بس مضروبه في سالب واحد. تمام. طب مين هو اللي بتدخله دخل واحد وبيقرر يخرج لك خارج من داخلين هو داخله لهم؟ هو السويتش برضه. تمام. يبقى تاني البلس جنريتور هو اللي بيمثل لك الاشاره البيس باند، والساين ويف هو اللي بيمثل لك مين؟ الاشاره الكارير. تمام. السويتش هو اللي هيخش له البلس جنريتور وهيقرر هيخرج انهي دخل من الداخلين دول. تمام. فاول دخل هي الاشاره الكارير العاديه. تمام. والدخل التاني المفروض يكون عكس الاشاره دي. طب هعمل ايه؟ هجيب بلوك اسمه كونستانت، تمام، وهخليه بسالب واحد، او هو اساسا ممكن يكون بسالب واحد في الاول، ولو مش بسالب واحد هتكتب لك سالب واحد هنا، تخلي دي كونستانت فاليو هتخليها بسالب واحد. تمام. فانا بقى عندي الكونستانت والساين ويف اللي انا جبتها. طب انا دلوقتي عايز اضربهم في بعض، فهجيب البلوك اللي هو اسمه برودكت. البرودكت دوت وظيفته ان هو يضرب لك الساين ويف في الكونستانت. تمام. هيخرج لك ايه؟ هيخرج لك عكس الاشاره دي، الفيز بتاعها متغير مقلوب. يبقى السويتش هيكون الدخل بتاعه البارس جنريتور، و هيخرج لك الاشاره اللي هنا اللي هي الكارير الساين ويف الاولانيه ديت، بشرط ان الامبليتيود بتاع البارس جنريتور يكون بواحد، ولو الامبليتيود بصفر هيخلي الخارج ده الدخل ده هو اللي يخرج للماكس. والماكس زي ما انا قلت لك وظيفته ان هو بيدمج لك اشارتين مع بعض بحيث تقارنهم على الاسكوب. تاني يبقى الاشاره بتاعتك اللي هي الخارجه من السويتش هي دي الموديوليشن بتاع البي اس كي، والدخل التاني بتاع وبتاع الماكس هي البيز باند، عشان تعرف تقارن بين الخارج بتاع البي اس كي وبين البيز باند بتاعك. وهي دي الاشاره الكارير بتاعتك، وده مقلوب او معكوس، او الاشاره الكارير لما ضربت في سالب واحد هتلاقي مثلا لو دي ضربت في سالب واحد هتلاقيها بقت سالب واحد، واحد في سالب واحد بسالب واحد، او دي برضو النقطه دي على سالب واحد بسالب واحد. تمام. فلما يكون الاشاره بواحد او الامبليتيود بتاع البيس باند بواحد هتلاقيه سمح بمرور الاشاره ديت في الفتره دي اهي، ولما يكون الامبليتيود بتاع البيس باند بصفر هتلاقيه سمح بالاشاره ديت اللي هي عكس الكارير. تمام.